السلام عليكم يا شباب، معكم زميلتكم أمل. هنشرح النهاردة بإذن الله المحاضرة الرابعة بعنوان البيشنت دكتور ريليشن شيب اند بارير. قبل ما نبدأ ندعي لزميلنا محمد إن ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتك. بسم الله نبدأ المحاضرة. هشرحها على جزئين بإذن الله. جزء هنتكلم فيه عن البيشنت دكتور ريليشن شيب، وجزء هنتكلم فيه عن البارير. نبدا بقى عن الدكتور بيشنت ريليشن شيب. اول حاجه الدكتور العلاقه دي مكونه من شخصين، بيشنت ودكتور. البيشنت هيشتكي، هيجي يقول انا مشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا. الدكتور عنده هيبقى عنده المعلومات الكافيه ان هو يحول كل الشكوى دي لحاجه تانية. يبقى الدكتور عنده المعلومات اللي عنده هاير نوليدج يعني. تمام، الدكتور خد الشكوى حولها لدياجنوسيس وتريتمنت، حولها. تمام. البيشنت بيبقى ايه؟ بيبقى اكبر همه ان المرض ده بالنسبه له حياه او موت. ده انا جالي شويه برد، ده انا هموت بكره الصبح. هو ده كل اهتمام المريض. تمام، العلاقه بقى ما بتبقاش علاقه زبون وصاحب محل مثلا، لا العلاقه ما بتبقاش كده خالص. نيجي نترجم بقى، بيقولك ايه؟ ده دكتور اند ذا بيشنت ار 1 2 اوبزيت اندز. دكتور ومريض اتنين على الطرفين. تمام. الدكتور هاز ا هاي ليفل اوف نوليدج اون ا بروبلم ذا بيشنت اولموست نون ناثينج اباوت. الدكتور عنده المعلومات الكافيه عن المشكله اللي البيشنت ما يعرفش اي حاجه عنها. تمام. الدكتور از اوفن ميكانيستك. يعني ايه ميكانيستك؟ بياخد الشكوى بتاعه المريض يحولها لتريتمنت اند دياجنوستس. ده اسمها ميكانيستك، فيكس اند فيكس. تمام، البيشنت از كونسرن ويز ايلنس. كل اهتمام المريض بالمرض بتاعه مش اكتر. تمام، بات اتس انتيرلي ديفرنت فروم ميكانيك كلاينت ريليشن شيب. مش علاقه زبون وميكانيكي خالص، مش علاقه كده. تمام، بيقول لك كمان في علاقه الدكتور والمريض لازم أن يكون فيه جزء ايموشنال، اللي هو تقدر تطمنه. لا يا حاج، ده المرض مش خطير، ده بالعلاج هيخف وشويه وشويه هتبقى تمام. هو كده تمام، لازم أن يكون فيه ايموشنال، جزء من ايموشنال عشان يقدر يثق فيك. تمام. امتى العلاقه دي بتبدا بقى؟ اول ما المريض يحس ان هو تعب وقرر ان هو يستشيرك انت. اول ما المريض يقول خلاص انا تعبت هكونسلت الدكتور ده بالذات. تمام، طب علاقه نجاح وعلاقه نجاح او فشل العلاقه دي بيعتمد على 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 فاكتورز كتير قوي، منها النيتشر بتاع الريليشن شيب. نيجي نترجم، بيقول لك it's an emotional association between the doctor and the patient which arises when the doctor in professional capacity interact with the patient. ان هو لازم يكون في جزء emotional، وده كمان بيزود البروفيشنال كاباسيتي بتاعه الدكتور. تمام، relationship begins when a person who is ill or believes that he is ill consult a doctor. من اول ما يتعب ويقول انا هستشير الدكتور ده. تمام، success or failure depend on various factor including the nature of the relationship that exists between the doctor and relationship. النجاح او فشل ال relationship ده بيعتمد على عوامل كتير قوي. ليه بقى العلاقة ما بين الدكتور والبيشنت لازم أن تكون فريدة او مميزة او مليانة ثقة؟ اول حاجة لان انا روحة لدكتور هقول له كل معلوماتي الشخصية، معلومات يمكن ما قلتلهاش لحد. انا روحة اتعالج نفسيا عند دكتور، هتكلم عن عيلتي، هتكلم عن اصدقائي، هتكلم عن حاجات انا نفسي عني محدش يعرفها. فكل الحاجات دي لازم أن يكون في تراست ما بيني وما بين الدكتور. تاني حاجة ان هو اختارك من بين كل الدكاترة، انك انت اللي ترشده، انك انت اللي تقوله يعمل ايه علشان يبقى كويس. ان هو بعد شوية من المقابلة، مثلا راح لدكتور عظام، بعد شوية من الشكوى بتاعتي هيقول لي اطلعي على الكرسي نكشف والمريض هيعري جسمه كده. فلازم ان يكون في تراست ما بين البيشنت والدكتور. تمام، فبيقول لك ايه؟ البيشنت اون ذا فيرست فيزيت شير ذير موست بيرسونال انفورميشن تو سامون ذي هاف نيفر ميت بيفور. ان هو ان البيشنت بيدي معلومات شخصيه لشخص اول مره يشوفه. تمام، ذي لوك تو يو فور جايدنس وين ميكينج كريتيكال هيلث كير ديسيجن. ان هو
جايين لك عشان ترشدهم انت يعملوا ايه في حالاتهم في حالتهم الصحية دي. Within minutes of meeting, patients are often subjected to physical examination and are placed in a vulnerable situation. ان هم ان هو بيسألوا ان هو علشان الاكزامينيشن وكده بيكون موقف محرج، بس لو كان في تراست ما بين البيشنت والدكتور هتبقى ايه، هتبقى كويس. يبقى البيشنت كوميونيكيشن يونيك ما بين الدكتور والبيشنت، يعني العلاقه ما بين البيشنت والدكتور لازم تكون فريده ومميزه. ليه؟ لان هو هيقول معلومات بيرسونال اختاره هو علشان يبقى الجوايد بتاعه. ان هو هيسأل للفيزيكال اكزامينيشن، ده بيحطه في موقف محرج شوية. تمام تمام. الطيب بقى بتاع اوف الدكتور بيشنت ريليشن شيب في كده طيب. اول حاجة الباترناليستيك، باترناليستيك من الاسم كده اسمها باترن، جاي من البيرنت. تمام. ده بيبقى الطبيب هو الاب والمريض هو الابن. تمام. يبقى ناخد كده الباترناليستيك، الطبيب هو الاب والمريض هو الابن. تمام. الميتشوال ده بيبقى علاقة مشاركة ما بين الاتنين. تمام. الكونسيوميرستيك ده بيبقى المريض هو اللي له الابر هاند، هو اللي بيأمر الدكتور. تمام. الديفولت ريليشن شيب دي بتبقى علاقة خلاف، الاتنين مش طايقين بعض اصلا. فاحنا لو شفنا كده قبل ما نشرح ايه احسن ريليشن شيب، طبعا الميتشوال ريليشن شيب لانها عباره عن مشاركه. نبدا بقى. اول حاجه الباترناليستيك ريليشن شيب. الباترناليستيك ريليشن شيب الدكتور بيعامل المريض كانه ابنه، بيعنفه ساعات، بيديله اوامر. بيبقى الدكتور او الفيزيكيان بيبقى له الابر هاند، والبيشنت بيبقى له اللور هاند. تمام تمام. البيشنت بيبقى راضي، مش معنى راضي اللي هو خاضع للتعليمات، ما بيقدرش يقول حاجه، اللي هو باسيف يعني. تمام تمام. نترجم بقى. تراديشنالي كاركترايزد ميديكال كونسلتيشن بتبقى عباره ما فيش ايموشنال، ما فيش كوميونيكيشن كويس، بتبقى عباره بس عن استشاره طبيه مش اكتر، كانك بتكلم كمبيوتر بالظبط. الهاي فيزيكيان كنترول، الطبيب بيبقى له اليد العليا، واللو بيشنت كنترول، البيشنت بيبقى خاضع بس مش اكتر. الدكتور از دومينانت اند توكس ان رول اوف بيرنت، بيتكلم بطريقه الاباء اللي هو if I have told you once I told you 1000 time stop smoking، اللي هو انا مش قلت لك 1000 مره ما تبطل تدخين. البيشنت بيبقى سب ماسيف اللي هو خاضع ما بيقدرش يتكلم. تمام. ده الباترناليستيك، الدكتور له الابر هاند، البيشنت له اللور هاند. بيبقى الدكتور بيتكلم بطريقه البيرنت، البيشنت بيبقى سب ماسيف. تمام. الميتشال بقى، الميتشال ريليشن شيب ده اوبتيمال دكتور بيشنت ريليشن شيب، ده احسن ريليشن شيب. ده ايه الميتشال؟ لان هي عباره عن مشاركه ما بين الاثنين، تبقى عامله زي اتنين شركاء بياخدوا راي بعض في القرارات وكل حاجه بتخص بعض. يعني مثلا الدكتور المريض هيشتكي ويقول هو تعبان من ايه وحاسس بايه وكده، والدكتور هيسمعه. الدكتور هيقول للبيشنت انت عندك كذا وهنمشي على علاج كذا وكده. المريض ممكن يقول له لا انا خدت العلاج ده مره وسبب لي حموضه في المعده، مش عايزه، او انا مش عايز حقن، انا عايز دواء علاج. الدكتور هيسمع كلامه ويقول له ماشي. علاقه مشاركه، والدكتور هيسأله أسئلة وهو يجاوب، يعني عبارة عن خدوهات. تمام تمام. active involvement of the patient as more equal partners، الاتنين عاملين زي الشركاء. both parties share power and responsibility and exchange of idea need each other and will work towards choice and action satisfying them، الاثنين بيشاركوا المعلومات والافكار لحد ما يوصلوا لحاجه ترضيهم هما الاثنين. open questions interested in psychosocial aspect of illness history examination investigation result، ان هما المريض ان الدكتور بيسأله اسئلة مفتوحة والمريض يجاوب past history و examination وكده. hence there is integration، بتبقى علاقة متبادلة
مشاركة، ده الميوتشوال مشاركة، ده اوبتيمال دكتور بيشنت ريليشن شيب. تمام، دي اهم حاجة او احسن ريليشن شيب. تمام، عندنا بقى اسمها الكونسيومرست ريليشن شيب. الكونسيومرست ده المريض بيقول للدكتور انا جاي هنا بفلوسي، انا جاي تكتب لي اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه مش الصح. او ممكن ساعات بيستخدموها زي ما في التزوير، يعني مثلا ايه، زي معظم اللي عندنا مثلا هم رايحين يعملوا تأجيل مد او تأجيل فاينل وكده، بيروحوا للعيادة الخارجية يا دكتور اكتب لي كذا علشان عايز اجل. هم بيبقاش صح، ما بيبقاش التشخيص صح، بس هما بيقولوها بطريقة أدبية لأن احنا لسه طلبة. في مرضى بقى بتروح للدكتور يقول له أنا جاي هنا بفلوسي، اكتب لي اللي أنا عايزه، اكتب لي مضاد حيوي، أنا عايزة مضاد حيوي. تمام، بيبقى البيشنت له الأبر هاند والدكتور بيبقى له اللور هاند، والدكتور ما بيبقى باسيف، ما بيتكلمش. تمام، يبقى ايه الكونسيوميرست جاي من كوستمر كده. ذا بيشنت تيك ذا اكتف رول اللي هو الابر هاند يعني، اند ذا دكتور رسم فيرلي باسيف رول، ما بيتكلمش، بيخضع لاوامر المريض. تمام تمام، تراينج تو ساتسفاي ذا بيشنت نيد ان تيرم ريفير تو ذا هوسبيتال يوسج اوف ميديكيشن اند سيك ليف. تمام، يو ار بيد تو دو وات اي تيل يو، اللي هو المريض بيقول للدكتور انا دافع لك علشان تكتب لي اللي انا عايزه مش اللي انت شايفه صح. اخر فورم من الريليشن شيب، الريليشن شيب اوف ديفولت، تبقى الاثنين عباره عن الاثنين مشتاقين بعض، الاثنين خلاف، الاثنين مجبرين. يعني مثلا واحد مريض جاي الاستقبال ما مفطرش، مراته صحي، مراته زعقت له، ودكتور اصلا جاي مش قادر، مطبق من امبارح، واخد شيفت نايت، الاثنين مشتاقين بعض ولا الاثنين عايزين يتعاملوا مع بعض بس مجبرين. تمام تمام، بيقولك ايه، when patient and physician expectation are at odds، على خلاف، مش طايقين بعض يعني، or when need for change in relationship can't be negotiated، لو حد حاول يغير من relationship مش حدش هيلاحظ، او العلاقة دي مش هتقدر تتغير اصلا، relationship come to dysfunction، او العلاقة ما بتقديش نجاحها. يعني انا كمريض ودكتور ما بنتكلمش مع بعض بطريقة كويسة، يبقى مش هنعرف نوصل للتريتمنت الصح، ولا انت هتشفى، ولا انا هكون اديت واجبي بشكل صحيح. تمام، بس رول باي بيشنت اند دكتور، الاثنين بايعين الدنيا، لا البيشنت عايز يتعالج ولا الدكتور عايز يعالج، الاثنين عندهم باسيف، الاثنين اشخاص سيئة. lack of sufficient direction in consultation، effective dealing with illness، المرض مش هيتعالج طبعا لان الاثنين مش طايقين بعض، ولا المريض بيمشي على التعليمات ولا الدكتور بيقول تعليمات صح. تمام، وخصوصا العلاقه دي بتكون في الكرونيك illness، يعني بتقول للواحده عندها سمنه، يا حاجه بلاش محشي، يا حاجه بلاش محشي، وما تحطيش سمنه كتير، لا لازم محشي، لازم انا احط السمنه. طب يا السمنه اللي عندك لازم انت تقلليها علشان صحتك، لا. فهي بتبقى دي العلاقه بتبقى كده. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه، باترناليستك، ده بيبقى الدكتور بيعامل المريض كابنه. تاني حاجه الميتشوال، دي احسن حاجه، بتبقى عباره عن مشاركه. بعد كده عندنا الكونسومرست، ده المريض بيبقى بيأمر الطبيب. بعد كده عندنا الديفولت، الاثنين مش طايقين بعض. بعد كده جاب لنا السلايد دي، يعتبر واخدينها قبل كده، اللي هو ايه، تعريف الكوميونيكيشن، اللي هو ترانسفيرنج انفورميشن ما بين الدكتور اند بيشنت، او عباره عن سندر وريسيفر. السندر بيبقى عنده كود، الريسيفر بيعمل دي كود للمسج دي. تمام تمام، حاجات يعني خدناها قبل كده. بيقولك بقى ايه، ليه الكوميونيكيشن مع البيشنت مهم؟ اول حاجه لانك اول ما عملت ريليشن شيب مع المريض كويس، هيقول لك كل المعلومات بطريقه صحيحه، مش هيخاف هيقول لك معلومه، او يقول لا المعلومه دي انا مش هقولها لك، او المعلومه دي ما عبرش عنها بطريقه كويسه. تاني حاجه، ادام هو قال لك كل المعلومات صح، هتقدر توصل لدايجنوزس وتريتمنت صح. بعد ما وصلت لتريتمنت ودايجنوزس صح، يبقى ايه، هتقدر تقول للمريض عن حالته وعن كل المعلومات بتاعته، وهنوصل لكير كويسه. فاللي هو بيقول لك essential for diagnosis and treatment،
تريتنج الالنس مهم ان هو للدياجنوسيس الصح والتريتمنت الصح. بيقول لك اسينشال فور استابليشينج ماجنيفول بيشنت دكتور ريليشن شيب، لازم يكون الكوميونيكيشن مهم علشان يوصل للريليشن شيب كويسه وان المريض يقول كل المعلومات. فاسيليت ايديوكيشن اند كونسلنج البيشنت، تقدر تقول للمريض المعلومات او حالته المرضيه بكل اريحيه دام في كوميونيكيشن كويس ما بين بعض. تمام. تاني برضو السلايد دي ممكن تكون تكملة للسلايد اللي فات. ليه الكوميونيكيشن مهم؟ اول حاجة ان هو بيزود الساتسفاي بتاع المريض والدكتور، برضو الاتنين مع بعض، شخص عالجته بطريقة صح فبقى ساتسفاي. امبروفت الكومبلينس، ادام ما بين المريض والدكتور علاقة كويسة، المريض هيمشي على العلاج بالترتيب كويس، يعني هيمشي عليه صح. امبروف الديسيشن ميكنج، هيقول لك المعلومات صح فتقدر تديله دياجنوزس وتريتمنت صح. بيتر هيلث اوتكم، ادام شخصته صح هتديله علاج صح هيبقى كويس في اقرب وقت. ديكريز المال براكتس كليم، اللي هو المريض مش يديك معلومات غلط وبعد كده يجي يشتكي ان انت عالجته بطريقه غلط، لا. تمام. يبقى ليه الكوميونيكيشن مهم؟ ان هو الساتسفاي للمريض، امبروف الكومبلينس ان هو يمشي على العلاج صح، هتقدر تعمل دياجنوستس صح، هتعالج المريض بشكل صحيح، هتقلل المال براكتس كليمز. تمام. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل اثناء الكوميونيكيشن؟ الدكتور ما بيسمعش المريض، في دكتور ما ينفعش يسمع مريض، يبقى الدكتور ما بيسمعش المريض. will not give information، يعني المريض بيسأله عن حالته بيقول له لا خد العلاج ده وخلاص امشي مش مهم تعرف. تمام. شو لك اوف كونسيرن، المريض بيتكلم، الدكتور بيتكلم في التليفون، بيتكلم الممرضة مش معايره اي اهتمام خالص. شو ريسبكت، ما بيحترمش المريض، يعني مثلا واحدة حد تعليم مش عالي ما يحترمهوش، ده ما ينفعش طبعا. ما بيسيبه من غير ما يسأل أسئلة كتير، اللي هو مش يقعد يستفسر عن حالته، الباست هيستوري والبريزنت هيستوري، لا بيخليه يقول الكلام اللي عنده خلاص من غير ما يحط ايده على سؤال معين مثلا. فالمشاكل اللي بتقابلنا معظمها بتبقى عند المريض، عند الدكتور قصدي، بيبقى ما بيسمعش المريض كويس، ما بيدهوش المعلومات الكافية، ما بيعرهوش الاهتمام، ما بيحترمهوش، وما بيسألهوش الأسئلة الكافية. تمام. ازاي امارس الكوميونيكيشن سكيل في الكونسلتيشن، يعني ازاي اعمل جود كوميونيكيشن مع المريض؟ اول حاجه المريض دخل لك العياده، اول حاجه هتعمل ايه؟ هتعرف عن نفسك وتسال المريض عن نفسه وسنه كده، انيشيتنج سيشن، تتعرفوا على بعض. تمام. جاذرنج انفورميشن، هتبدا تسال بقى المريض بتشتكي من ايه، اللي جابك النهارده، عيان من ايه. تمام. قشطه. بيلدينج ذا ريليشن شيب، بعد ما قال لك اشتكى من ايه، قبل ما تقول له الدياجنوز كده تقول له ما تخافش حالتك بسيطه، كل حاجه هتتحل، حاجه بسيطه كده تقوي الريليشن شيب. بعد ما قوينا الريليشن شيب هتبدا بقى ايه، تشرح له عن حالته وعن العلاج وهنمشي ازاي. اكسبلاندنج اند بلانينج، هتقول له انا هديك العلاج كذا، هتمشي عليه اسبوعين، هتجيلي بعد كذا، حالتك بسيطه كده. ليسننج تو ذا بيشنت، اي شكوى يقولها المريض لازم تسمعها بطريقه كويسه، لازم تعيرها كل الاهتمام، مش تختار معلومات وتسيب معلومات. تمام. شو الريسبكت، لازم تحترم المريض. بعد ما نخلص ده كله تروح ملخص له الدنيا تاني وتسلم عليه وتقفل السيشن. يبقى الجود كوميونيكيشن سكيل في الكونسلتيشن هنعمله ازاي؟ هنبدا التحقيقه وتبدا تعرف ببعض، انيشيتنج ذا سيشن، بعد كده هنساله على المعلومات، بعد كده هنبدا نبني ريليشن شيب اللي هي الاموشنال، يعتبر بتساله وتهديه. اكسبلاندنج اند بلانينج، هتقول له هنمشي على العلاج كذا وهنعمل كذا، فهمني ولا لا. بعد كده هتسمع للمريض كويس، هتديله الريسبكت، هتلخص الدنيا، بعد كده تقفل السيشن تاني. الانفورميشن اللي بناخدها بقى ايه، يعني صفاتها تكون عامله ايه، عامله ازاي؟ اول حاجه اوبجكتيف، اوبجكتيف يعني موضوعيه،
يعني ما تخليش المريض يتوهك يقول لك اصل بنت خالتي كانت بتعمل عمليه ورحت زرتها ووقعت وانا مالي بنت خالتك. فلازم تكون المعلومات من صلب الموضوع، انت جاي تشتكي من بطنك، اتكلمني عن بطنك، تمام، اوبجكتيف، وما تحكمش عليها. يعني مش جاي لك كمريض دراج ابيوز مدمن يعني وقال لك معلومه تروح مسقطها او تبص لها ان هي باحتكار كده لان هو ده مدمن، لا، accurate، لازم تكون صحيحه. يعني مش تسال مريض انت عندك كحه ولا لا يقول لك مش عارف، يعني ايه مش عارف؟ يا يا لا. بريسز برضو عامله زي accurate، يبقى الانفورميشن لازم تكون objective accurate بريسز، تمام. الكوميونيكيشن بيبقى مع مين، ما بين ومين؟ ما بين الدكتور والبيشنت او الفاميلي بتاعه او الكوليج اللي هو صحابه او other health professional. يعني انا باخد نصيحه من زمايلي الاكبر مني والدكاتره وكده، فالكوميونيكيشن بيكون مع البيشنت والفاميلي والكوليج والother health professionals. واجبات المعالج او الدكتور، حاجات يعتبر خدناها قبل كده، لازم ريسبكت البيشنت، لازم يكون بيحترمه، يحافظ على البرايفسي بتاعته، ولازم يكون في تراست ما بينهم، يعير لازم كونسرن فور البيشنت هيلث، لازم يعير البيشنت كل الاهتمام، امباثي، يسمع مشاكله كلها وما يحكمش عليها، اوبجكتيفلي، اكتيف ليزنينج، بيسمع كويس، هو يعتبر كلهم بيسمع كويس، مينتيننج بادي لانجويج، ودي اتكلمنا عليها كتير وعارفينها، بيقلل الحاجات اللي بتشوش على المريض. يعني في تلفزيون شغال، اطفي التلفزيون، مش وقت التلفزيون، اسمع المريض بيقول ايه، تمام. اول حاجه الريسبكت، هتبدا تقدم نفسك للبيشنت والفاميلي بتاعته، هتقول لهم دورك ايه وهتعمل ايه وكده. لو مثلا الدكتور شاب والمريض شاب، يا ريت لو نسلم على بعض بالايد، ده بيقوي العلاقه جدا وبيظهر الاحترام. ما تندلهمش باسمهم، نادي يا مدام، يا انسه، يا استاذ كده، ده بيدل على انك بتحترم المريض، ده ريسبكت المريض. الامباثي، to understand the person expressions، تمام، يعني اللي هي الاموشنال، تقدر تتفهم معاناة المريض، لازما علشان تقدر تتفهم معاناة المريض ان هو تكون active listening، بتسمع باهتمام، interested patient experience، مش تبقى مهتم بمعاناة المريض بجد، يبقى الامباثي to understand a person experience، ده بيحتاج انك تكون active listening و interested patient experience. الاوبجكتيفيتي، ما تحكمش على اي حد، مالكش الاحقيه انك تحكم على حد، ولا من خلال معتقداتك ولا اللي انت درسته، ولا مالكش انك تحكم على حد، اللي هو الاوبجكتيفيتي، ريموفينج يور اون بيليف اند فاليوز، ما تحكمش على حد. افويد جادجمنت اتيتيود، اللي هو مثلا افيو دراك ابيوس، جالك شخص مدمن مالكش انك تحكم عليه، اديوكيشن، جه شخص مش متعلم مالكش انك تحكم عليه ان هو مش متعلم، سوشي اوكونوميك برضو، لانجويج او كالتشر، شخص جالك من بيئه ريفيه مثلا، ما تقعدش تتريق او تبدي استغراب يعني من كلامه. والايج، يعني مش شخص كبير جاي يتعالج تقول له انت جاي تتعالج ليه، ما ينفعش. اوبجكتيفيتي، مالكش انك تحكم على اي حد مهما كان حالته. active listening skill، respect the patient as whole person not a diseased body، اللي هو تسمع للمريض بشكل كويس، اللي هو مش شخص جاي يقول شكوى وخلاص، دايما اقول له tell me more about that، كمل يا حاج، بتشتكي من ايه تاني كده، ما تقطعهوش الا لو في الضرورة، او هتسأل سؤال هيفيدك في التشخيص. Allow the person to tell their whole story without unnecessary interruptions. ما تقطعهوش، يعني ما تقطعهوش خالص. Active listening skill، ما تكونش خايف ان المريض وقف شويه، ممكن المريض بيسترجع حاجه او بيفتكر حاجه او بياخد نفسه مثلا، فلو ما تخافش ان هو الشخص وان المريض وقف شويه وهيرجع يكمل باذن الله، يعني تمام. ده الactive listening. البادي لانجويج بقى، احنا طبعا عارفين البادي لانجويج، اللي هو الاكزيمينيشن روم كونفيجوريشن، اللي هو ترتيب العياده وشكلها والمنظر، مش تكون كل حاجه متبهدله،
ده بيدي للمريض راحة وبيثق في الدكتور اكتر. السيتنج ستاندنج اللي هو ما تكونش قاعد وحاطط رجل على رجل، او هو المريض بيتكلم وانت نايم على السرير، ما ينفعش. الاي ليفل لازم أن تكون عامل اي كونتاكت مع المريض على طول، اي كونتاكت برضو. النوت تيكينج، المريض بيتكلم بيقول معلومات مهمة انت تكتبها علشان ما تنساهاش. هارد سبيتش، ما تتكلمش بطريقة بسرعة تحسس ان تحسس المريض انك عايز تخلص بسرعة، وراك مشاوير وراك مرضى تانيين، تمام. يبقى البادي لانجوج، الاي كونتاكت، والاي ليفل، والروم كونفيجريشن، والسيتنج، والهارد سبيتش، تمام. بيشنت دكتور كوميونيكيشن جاي بوينت، يعني تلخيص كل اللي فات ده، او اهم حاجه علشان تقدر تعمل بيشنت دكتور كوميونيكيشن بطريقه كويسه، ان هو اسك اباوت اكسبكتيشن فيلينج اند كونسرن، دايما تسال المريض هو حاسس بايه. شو كونسرن اوف كومفورت اند مودستي، دايما تعير للمريض الاهتمام، او انت مهتم بحالته، او انت حاسس باللي هو فعلا بيمر بيه. encourage patient to ask a question، حاسس ان المريض لا، قول انت عايز تسأل ايه، عايز تعلم تعرف معلومات اكتر عن ايه، قول ما تخافش. اللي هو ده اكتر، دي الكاي بوينتس، يعني الكاي بوينتس بوينتس دي اكتر حاجات مهمة، يعني ان هو تسأل المريض عن شعوره، تعيره الاهتمام، تقول له اسأل ما تخافش وكده، وتكون مقدر لمخاوفه ومشاعره دي، حتى لو كان المرض بسيط، بس هو المريض بيكون خايف على صحته اكتر. المهم بيقولك بقى ايه، ان كل الكوميونيكيشن سكيل دي والريليشن شيب كان بي ديفلوبد ويز براكتس بيشنس اند ويلنجنس تو ليرن، تمام. يبقى الكوميونيكيشن سكيل بتديفلوب بثلاث حاجات لازم نقول نحفظهم كويس، لان الدكتوره ركزت عليه، براكتس، بيشنت، والويلنجنس، تمام. يبقى لحد هنا يبقى خلصنا الجزء المحاضره ده باذن الله. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، اتكلمنا عن بعض الحاجات السهله، يعني مش صعبه قوي. لو في اي سؤال ابعتوا باذن الله هجاوبكم. السلام عليكم.